والشؤون الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وصوتنا من خلال المقرر على أن التدبير المالي والتسيير سيعود لهذه اللجنة تحت إشراف السيد رئيس البلد. بعد هذا التصويت تقدمت جمعية المبادرات وجمعية الجوار وجمعيتين آخرتين بطلب الدعم المالي للمهرجان. قلنا لا بأس ووافقنا على ذلك في اجتماع مع السيد الرئيس واللجنة المنظمة لجنة التنمية البشرية. بعد ذلك جاءنا تقرير خصوصي من السيد وزير الداخلية موقع يوم 15 جوان 2016، الذي يقول بأن تنظيم مصاريف تنظيم مهرجان جوهرة في نسخته الثالثة قد تم فتح اعتماد بالميزانية مقدر ب 50 مليون، وهو رسم إضافي لميزانية التسيير 2016. ثم جاءنا تقرير آخر يقول بأن هذا المبلغ المالي سيرصد بميزانية جمعية المبادرات. قلنا ما كاين حتى مشكل. بالفعل كانت بداية جميع البرجيدين ارتاحوا له من تنظيم ومن حفل كان في المستوى الرائع. سطر برنامج لتوريدا، كان من المقرر أن ينتهي يوم جوش من هذا الشهر، يعني جوش 8/2016، وإذا بنا ليلة الأحد نتفاجأ بأن اللجنة المنظمة لجنة مبادرات وجمعية مبادرات قد غادرت المحرك. لم نعرف السبب. بعد غدين سألنا السيد رئيس الجمعية، قال بأن البارود كمية البارود سالت، يعني 150 كيلو ديال البارود سالت. ما هو السبب وراء مغادرة جميع السربات المحرك؟ السبب كان واضح وهو أن البارود قل. سألنا السيد الباشا، قال لنا بأنه الطلب ديال جمعية المبادرات ما حطتوش في الوقت المناسب. كان هناك ارتباك من الجميع. سكان مدينة برجيد اشمأزوا لهذا الوضع حول إفشال هذا المهرجان في النسخة ديالو الثالثة وفي الأيام ما تبقى من الأيام. طرحنا سؤال عريض، واش لأول مرة أن المعارضة دخلات على خط السير؟ واش هذا سبب من أسباب ارتباك ديالهم؟ قالولنا لا. قلنا لهم واش فلوس جات حول التقرير الخصوصي؟ قالوا لك لا. حطينا سؤال عريض، علاش المشاركة ديالنا الأولى ديال المجلس البلدي ومشاركة أعضاء ديال المعارضة سبوا في إفشال هذا المهرجان؟ حنا كنصرحوا جريدة أشواقة، الجريدة الإلكترونية أشواقة، لأننا كنا في المستوى المطلوب، كنا جنب إلى جنب نراقب ونتتبع جميع الأمور وجميع المصاريف، وكنا كنقول
نراهنوا على ان النسخه الثالثه من مهرجان ديال التبوره ديال مدينه البرجين سيكون من احسن النسخ بالمشاركه ديالنا. واذا بهاد الناس حاولوا ما يمكن باش يوضعونا في الموقف الحرج ويفشلوا هذا المهرجان في النسخه ديالو الثالثه. حنا كنقولوا بان انتم المسؤولين من رئيس ومن جمعيه مبادرات ومن جميع الجمعيات اللي كانت مشاركه خصوصا جمعيه الجوار، راه انتم اللي فشلتونا هذا المهرجان وسنحاكمكم. وان شاء الله اخوان غادي يرفعوا دعوه قضائيه ضد المجلس البلدي في شخص رئيسي وضد جمعيه المبادرات وجمعيه الجوار حول مآل افشال مهرجان تبوريدا. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم اللي بغيت نقول بان بالنسبه لهذا التنظيم هذا ففي الاول يعني غادي مزيان بالنسبه حتى البلون ديالو كان غادي مخير، يعني شي حاجه اللي ما كانش قبل، غادي مزيان، كانت واحد لاسين مزيانه، امور مزيانه، ترويج وكل، ولكن تتفاجئوا بان الموسم ديال الخيل غادي يتوقف، رغم انهم كان في الاول كان ديجا تلونسا بان فيه خمس ايام. تتفاجئوا انه تصبحوا الصباح ما كاين لا خيل لا والو، ما تعلم حتى شي واحد، البيبليك ما تعلمش، الناس اللي خدامه هنا حتى واحد ما تعلم فيهم، يعني لا بليبار راه فشلوا. حنا يعني هذه ديجا وقعنا فيها الفشل لا بليبار ديال الناس اللي كاينين هنايا اصحاب المحلات اللي غير في الصباح اللي مغلي دايره، علاش واش كذبوا علينا حنا؟ يعني خلونا تطمعنا في خمس ايام ولينا في ثلاث ايام وغتمشي الناس العا وغتمشي لنا هذه. المهم علينا الامور تتبقى ك يعني الوجه الاولى المشكل اللي كاين، يعني اول الناس مضرورين هما الناس اللي كيبيعوا ويشريوا هنا، هما اللي مضرورين. انا تقول لك يعني يومين غدوز عنده ديال لاري زيد على النهار ديال روبو هي 3 جو، علاش غادي يبدا جوهر؟ يعني كاين اللي داير ستوك ديالو ديال اللحام ديال المسائل، كاين اللي داير بزاف الحوايج، فهمنا؟ يعني غادي ضروري ما غادا تضيع عليه ضروري، داكشي اللي ربحوا في ديك 3 جو غادي يضيعوا في 3 جو وغادي يبداو يلعبوا ثاني، يبدا من الاول في جوهر. وهذا المشكل كان طحنا فيه في النظام في التنظيم الاول وفي التنظيم اللي قبل منه، يعني قلنا حنا هذا العام غادي يعني غادي تكوريجا ما غيبقاش هذا المشكل. الحمد لله البلون كانت لاحت فيه خمس ايام، قلنا مزيانه بارفي مخيره غتكون فيه خمس ايام ديال التبوريضه ديال المسائل. الحوايج الحاجه اللي بغيت نركز عليها مزيان هي ما نبقوش يعني ما ناخذوش المجتمع المدني بحال شي عصا ونضرب به اللي بغيت. مشيتي ضرب شي وحنا هما العصا، لا، كاينين شي امور الا كان شي اكراهات نوضحوها توضح احسن، ماشي كاين شي واحد تيقول لك مثلا واحد تيجي تيقول لك حقا الباشا هو اللي داخل في هذا الشيء، ولا واحد تيقول لك حقا الرئيس هو اللي داخل في هذا الشيء. بالنسبه بعدا عندك السلطات المحليه من الباشا والمقدميه ولا الامن الوطني ولا القوات المساعده، هادو كاملين قاموا بواحد الواجب الجبار في الثلاث ايام هذه وغادي مزيان، يعني ما كاينش. وهذا الواجب ديالهم انهم يحافظوا على الاستقرار ديال لورغانيزاسيون ديال المهرجان، غادي يحافظوا غير على الاستقرار. اما باش يوقف ولي يسير هذيك تتبقى الامور اللي مكلف بها، اللي مكلف بالفيديو، اللي مكلف بالتنظيم، وتنعني بهذا الامر الجمعيه اللي مكلفه بهذا الشيء. واحد الجمعيه مبادره اللي معطيه انه معطيه هي اللي معطيه مبادره هي اللي معطيها انها تاورغانيزي هذا الشيء كامل، هي اللي هذا البيتشي هي اللي قال لك تكلف بلا فينونسمون ديال هذا الشيء كامل. والجمعيات اللي دخلوا المجتمع المدني ممثلين المجتمع المدني اللي دخلوا غير لتحت تيبقاو سيبوردوني، ولكن الراس مع تنسيق تبقى تنظيم المهرجان في تنسيق مع مبادره ماشي مع الجمعيات كاملين. اذا هذوك الجمعيات من اللي دخلوا الا ما عنديش واحد القوه اقتراحيه ما كاينش ندخل، واش ندخل نبقى بيون نضرب جيلي وندخل هذه هو الجمعيه؟ تكون عندي واحد القوه اقتراحيه بعد اعطي الاقتراح ديالي، سينو ننسحب ونبقى بعزي. المهرجان اتته جماهير غفيره تزداد كل سنه، ولكن يمكن القول على انه تم حرمان هذا الجمهور من يوم واحد للتبوريده. شو السبب؟ والسبب يعود الى ان توزيع البارود على السربات كان سيئا، بحيث لم يتم توزيع هذه الحصه من البارود على 4 ايام المبرمجه في المهرجان.
إذ تم توزيع هذه الكمية على 3 أيام فقط، لا في كاين مشكل. من المسؤول عن هذا الفشل؟ المسؤول عن هذا ليس الفشل، أنا لا أقول فشل، مهرجان النجاح. أنت حقك هذا تشوفه فشل، ولكن النجاح راه تعبر بمجموعة من المعايير، منه معيار ديال الحضور الجماهير كان كبير جدا. النجاح أيضا تيبان من خلال حضور ديال السهرات اللي كان قوي جدا، خاصة في المجموعة الغنائية الشعبية اللي عندها واحد الصيت على الصعيد الوطني. أيضا النجاح كان في التسوق، كان رواج تجاري. كاين أيضا لمسنا هذا النجاح من خلال السيرك. النجاح أيضا كان من خلال التوريدة بحد ذاتها، اللي التنظيم كان جيد جدا، إلا أنه في يوم واحد فقط هو الذي حصل فيه المشكل. إذن المهرجان ناجح، وهو كان في مستوى ديال الانتظارات ديالنا، رغم أنه حدث ذلك المشكل في اليوم الأخير للتموريضة، ما أثرش بشكل كبير على المهرجان ككل. لما تتحمل المسؤولية بصفتك عضو في جمعية المبادرات للبشوية التي لم تقوم بتقسيم كمية البارود على 4 أيام وقسمتها على 3 فقط.